مليون يورو. شوف شوف مارك بارترا ذهب بالطريق، ذهب لبعيد، جارث بيل السريع الفتاك راس الشباك يلعبها بسحب الشباك حتى له جارث بيل شابها في ملعب بالنار. دافيد لويز إنييستا يا سلام يا لالا لا يا إنييستا لا، شنو هذا شنو هذا جول وشلي وجمع حارس المرمى عليا حمادة. إذن فيصل والعين على الشباك جزر القمر، الشباك القمرية وتقدم من فيصل فجر. فيصل يتقدم جول، أخيرا المنتخب المغربي يضع حد لمعاناة الجماهير لمعاناة اللاعبين جزاء يأتي الانتصار، من ركلة جزاء تأتي الثلاث نقاط. أي معاناة نادي عاش لاعبو المنتخب المغربي.